لازم شاط لازم 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 محبوب جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة قوية. الله الله يا مروي الله يا مروي. بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود وتاني الحارس صالح خطا جول. بشار الجول الوايل سليمان الشباب وكرة من فراج حطها. حبتنا في كل مكان ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. كثير من الطلبات على مجموعة من الأهداف، ربما حقبة الثمانينات تحديدا هي أكثر من يطلبها المشاهدين، هذه الحقبة الذهبية أو المرحلة الذهبية للكرة الكويتية وحتى على مستوى الدوري، ونحرص من خلال البرنامج أن نلبي طلباتكم بإذن الله تعالى، وفي الحلقات دائما الحلقة هذه والحلقات القادمة إن شاء الله. بعد الفاصل نبدأ المشوار. في 22/6/2007 في أغلى الكؤوس بطولة كأس أميري البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم الكويت والقادسية أو القادسية والكويت، وهذه المباريات دائما تكون مميزة في المستوى، ودائما تكون مباريات القادسية والكويت خلال السنوات الأخيرة كانت مباريات مميزة. طبعا تم فترة الفترات تنافس الكويت والقادسية ثم تراجع فيما بعد، أصبحت الدخل العربي عاد إلى مستواه وعادت المنافسة دائما هذه الفرق، لأننا نتمنى أن تتراجع مستواها بعيدا عن التعصب أي فريق تشجع، لكن نتمنى هذه الفرق دائما أن تبقى في المقدمة. الهدف كان لبدل المطوع، نشاهد الهدف معي. ثواني الأخيرة فعالي الشمالي إلى سيدو تراوري بدر المطوع دقيقة وقت بدر ضايع، بدر مطوع يلعب له كرة عرضية وقول جول. الله اخدعت الحارس، بآخر ثواني في المباراة، مو معقولة وقت بدر الضايع، الآن دخلنا الوقت بدر الضايع من بدر مطوع وتغير اتجاه الكرة وجمهور القادسية، والمباراة هذه شلون بهذه الثانية. شوف بدر مطوع يعتبر هدف، بدر مطوع لأنه هو اللي لعبه وتغير اتجاه الكرة وجول. جول للقادسية في هذا الوقت الحرج والحرج جدا، من يفاجئ من هنا المفاجأة، وقلناها أكثر من مرة. شوف حسين بابا وخالد الفضلي اثنين كل من اشترك بالكرة ودخلت في المرمى، حسين بابا غيرها وطبعا الفضلي تغيرت مع الكرة ولمسها بيده ودخلت في المرمى جول. في 25/6/2007 في نهاية كأس أميري البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم أغلى الكؤوس، ودائما عندما يجد الشباب الرياضي تواجد سيدي أمير البلاد حفظ الله ورعاه في هذه البطولات النهائية، هذا كله دعم للشباب والرياضة والرياضيين دائما، ويتشرف فيه دائما في تواجده في هذه المباريات. النهائي حقق نادي
القادسية فوزا كبيرا بخمسة أهداف مقابل لا شيء. لما نقول الحين في نهاية الكؤوس بشكل عام النتيجة كانت 5-0، قليلة تحصل في عالم كرة القدم، لكن القادسية سواها. نشاهد خماسية القادسية ونشاهد حفل التتويج. والغائب في المباراة الماضية لي عنده ثلاث بطاقات واللعبة توصل مرة ثانية للقادسية، هو ملعوب القادسية ودخول جول 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 بالفعل جول. مجهود فردي غساوي، مجهود بدر المطوع، بدر المطوع الحقيقة، بدر المطوع الذي حصل على أحسن لاعب في آسيا من ثلاث لاعبين فاز في آسيا، بدر المطوع يسجل الهدف الأولاني، هدف مبكر، وهذا هو الهدف الثاني لبدر المطوع. لا في مشوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، دخل حاول حاول المدافع، ولكن بدر قوته واستعمال جسمه، وبالتالي اثنين الآن ناديين من ضمن الخمس أندية العربي وكاظمة والكويت حققوا ثلاث بطولات، وبالتالي الله 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 ساعد ندى ساعد ندى ساعد ندى ساعد ندى والضغط الحقيقة ولد هدف ثاني. ساعد ندى هدف بالراس جميل جدا في مرمى السالمية. ساعد ندى الذي لعب الحقيقة لنادي النصر السعودي، لعب مبارتين واشترك مع نادر سيدي حضرة صاحب السمو وسيدي سمو ولي العهد وسيدي رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الأمة جاسم القافي. الكل بيشاهد المباراة والكل بيتابع المباراة، وهذا هدف الحقيقة في مرمى صالح مهدي الهدف الثاني. شوف نهير الشمري وشوف مساعد ندى، كرة ملعوبة ما بين اثنين من يمين، نهير هي على راس ندى، ندى هدف في هذا الجو الحقيقة بينقلها. تعود قدساوية مرة ثانية قريب لعبد الرحمن موسى، كرة مع عبد الرحمن موسى، موسى لعبها إلى الشيخ، والشيخ لقلها ناحية اليمين ولعبت إلى مطوع، ومطوع مرة ثانية، ومطوع بيسدد الله، ومطوع بيسدد، ومطوع بيسجل الهدف الثالث في الدقيقة 51 بعد 6 دقائق، بعد 6 دقائق. قول له مو قول، ها قول له مو قول، قول له مو قول، قول قول قول، خلاص السلامة. لكن يحاول بشار، تعود لمساعد ندى، مساعد ندى راح يرسلها هني عند بدر المطوع، هني عند بدر المطوع، ورسلها على طول إلى إبراهيم كيتا. غير النغمة وغير الموسيقى وغير الترمومتر وغير الكنترول وغير الحقيقة الأكورديون اللي يعزف عليه محمد إبراهيم، إلى بدل أن تذهب إلى المطوع. هذا الكأس أعزائي المشاهدين كأس لهذا العام، والكأس القادم في العام القادم كأس جديد، أما هذا الكأس هو لسنة يعانق فيه نادي القادسية. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم. قدا بإذن الله تعالى هناك أهداف متنوعة في حقب مختلفة، نتمنى إن شاء الله التوفيق، وتمنى لكم أيضا المتابعة البرنامج. نشوفكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله، يوم دوم، مع السلامة. ما حد
عبوب جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة قوية. الله 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 يا مروي الله يا مروي. بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود وتاني الحارس صالح خطر جول. بشار الجول يا ولد. الله يا سلمان. الشباب وكرة من فراج حط.